أعلن أولمبيك سيدي بوزيد عن انتداب لاعب الترجي الرياضي التونسي بدر الملهي في عقد يمتد لموسمين. وبالإضافة إلى الملهي، أعلن النادي عن انتداب مهاجم نادي دكار يوسو ديوب، وهو متوسط ميدان يبلغ من العمر 19 عاما. يذكر أن أولمبيك سيدي بوزيد سيشرع انطلاقا من يوم غد في تربص في مدينة حمام بورقيبة، يتواصل حتى 7 من شهر سبتمبر القادم. قاد اللاعب سعد بقير فريقه أبها السعودي إلى الفوز على نادي الرائد في مباراة الجولة الأولى من البطولة السعودية بنتيجة 2-1. وسجل سعد بقير الهدف الثاني لفريقه، أي هدف الانتصار، في الدقيقة 60 ولعب طيلة المباراة. في المقابل كان بلال العيفة خارج قائمة أبها في هذه المباراة.